فن الديكوباج بالفرنسية أو فن التزيين هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية، حيث كانت قطع الورق تزين الفوانيس والنوافذ والصناديق وغيرها. وهو أيضا من الفنون الجميلة التي لا تقتصر على الفن فقط، بل تهدف إلى تحويل القطع البيتية القديمة إلى قطع فنية جميلة، كما أنه طريقة حديثة لتدوير الأشياء والاستفادة منها بدلا من رميها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا بالاستوديو خبيرة فن التزيين المنزلي ريموندا الريس. صباح الخير سيدة ريموندا، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، بصبحكم بصبح المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. يعني عم نتحدث يمكن عن موضوع مش كثير من الناس بيعرفوا عنه، يمكن الكلمة بالفرنسية شوي غريبة، ديكوباج. ما هو الديكوباج؟ خبرينا شوي عنه. فعلا هو ينعرف ببلادنا نحن مش من 10 سنوات تقريبا، وهو ديكوباج كلمة فرنسية تعني بالعربية فن التزيين. وهذا الفن انعرف بالصين خلال القرن 12، وانتقل لأوروبا من خلال التجارة خلال القرن 17، ونعرف أكثر شيء بفرنسا، وسمي بفن الفقراء لأنهم أول ناس استعملوه حتى يزينوا بيوتهم بطريقة فنية منا مكلفة أبدا، من خلال إعادة تدوير الأشياء، من خلال طبعا ما كانت أحوالهم تسمح لهم، كانوا يشوفوا الجمال حواليهم فحبوا أنه يستعملوا الورق، يلزقوه بطريقة معينة على أي قطعة فنية، أي قطعة قديمة عندهم بالبيت، ويعملوا لها شوية رتوش بالفيرني، فكانت تطلع عندهم قطع حلوة ما يكبوها، وبالوقت ذاته كانوا يعني يحسوا حلو عم يعملوا شيء جديد وحلو ببيوتهم. نعم، اليوم عم نشوف تشكيلة كبيرة من الأمور التي وضع عليها أو عمل عليها الديكوباج، بتفسري لنا شوي اليوم كيف تم تنسيق هذه الأمور ربما؟ نعم، هلأ نحن دائما يمكن نقرأ على اليوتيوب أو بنسمع إنه كتير أسلوب سهل وبسيط، طبعا هو أسلوب سهل إذا بنعمل بطريقة هيك عشوائية، لكن إذا الواحد بده يشتغله بطريقة مضبوطة وفنية، لا بده شغل، ما فينا نلزق أي ورقة نحطها بدون ما نحط حواليها ظلال من الألوان المنسجمة مع اللوحة. طيب اشرحي لنا شوي أكثر عن الموضوع، يمكن من خلال قطعة معينة مثلا، خلينا نفهم أكثر. إذا ما نحكي من خلال التدوير، إذا ريسايكلينج يعني مثل أنا عندي هذا اللوح للمفرمة كان وكثير يعني عتيق وما بقى بيستعمل بالمطبخ، فأنا طبعا لونته، دهنت وحطيت هالصورة الحلوة، واشتغلت شوي بالخرز باللولو كمان حلو، فطلعت لوحة بدل ما تكبيها بالنفايات صارت لوحة بتعلقيها بأي أوضة مرتبة بالبيت، حلو بتعطيك شيء حلو. وحتى هيدا كمان هيدي مهرمة خشب، مهرمة خضرة كمان، عملت عليها باب قديم وحطيت هالعين الزرقاء ضد العين، هاي بتنحط بمدخل البيت كمان بتعطيكي شكل حلو للحيط وللبيت. نعم، كأنه ربما الصور كلها عم بتكون طراز قديم، ما في يعني ضروري تخضع للفينتج تكون؟ لا هي هي كتير فيها ورد، بس الورد كتير موجود بالأسواق. أنا حبيت العصر الفيكتوري أو الأندلسي والفارسي، الأشياء القديمة بتعطي جمالية أكتر للقطعة، وهي بترجع ذوق يعني. أنا عاملة ورد، هيدي الطاولة ورد وعاملي الالوان حواليها، بس اكثر شيء انا بحب الاشياء القديمه. بس قد ايه هيدا الشيء بده حس فني، يعني بده يكون واحد عنده المام بالرسم، مش هالقد بسيط. رسم هو بالحقيقه ما خاصه بالرسم، بس طبعا اذا الواحد هو بده يطور حاله بيشتغل على طريقه الالوان، لانه انا بالحقيقه ما كنت اعرف امسك فرشايه، بس عشقي لهذا الفن خلاني اشتغل على حالي وطور حالي من خلال الانترنت واليوتيوب، و يعني هو الواحد بيساعد. هلا انا لفتتني واحدة من الزينة اللي انت عملتيها، انا بدي اجي بخلي المخرج يحط الكاميرا عليها فعلا، يعني هيدا مفاجأة كانت كتير حلوة اليوم، هيدا صورتي مع بنتي نانسي وبنتها ياسمينة. نانسي وياسمينة على صحن. طيب خبرينا شوي كيف يعني صنعتيها؟ هيدا بتطرح السؤال انه من خلال صحن ممكن الواحد يعمل داخل المنزل صورة مع عائلته ربما ويستفيد منها. لا يعني هيدي مؤخرا انا شوي شهرت فيها الفكرة لأصحابي، حتى انا اذا بدي اهدي هدية كنت اذا شخص بيعني لي كمان كنت اهدي هدية بتخصه هو، فكتير انه ينبسط كثير. حلوه، شكرا كثير اليوم، فهي كمان مثلا نوع من الذكرى بتضلها
انك تزين بيتك بصحون لاولادك او لحدا بهمك بالعائله. اليوم هل هذا الفن يخضع لموضه معينه، لافكار معينه بتتغير كل سنه ربما؟ هلا ما بتتغير، لا طبعا الاشياء القديمه بتحافظ على رونقها دائما، بس ممكن ذوق الشخص يتغير، او انا ممكن اعمل شيء حسب ذوق انسان هو طالب مني شيء معين. ما في انا بس على ذوقي، انا لما اعمل معرض بعمل ذوقي، بس اذا حدا بده يوصيني على اي شغله معينه انا بشوف بيت يعني داخلي بفن الديكور. يعني كيف لما بتعمل شيء من الديكور بدك تسأل صاحب العلاقه شو الشيء اللي بحب الالوان، نفس القصه بتصير معي. بس كمان حبي هيدا علبة بسكوت كمان قديمة. كانت للرمي للكاب، علبة خياطة مثل كمان هيدا اللي بتصير علبة خياطة، بتصير للأوراق الخاصة، بتصير أي شيء. فهي عملتها من يومين يعني بعجلي، وشوي فيها نوع من الشاب الشيك، هذا كمان فن فات على الديكوباج وكتير عطا رقي وحضارة. هذا الشاب الشيك فن هو تابع للديكوباج بس بطريقة انه هو شوي الطراز الانجليزي، داخل فيه دونتيل كمان، بيدخل فيه الدونتيل، الكروشيه، احجار كريمي، اشياء شو بيخطر على بالك، كتان قطن يعني كمان، وهيدي نوع من الشابي شيك كمان. بتمتاز، عم نشوف الكروشيه كمان هون. بتمتاز بانه العصر الفيكتوري كتير انشهر فيها، وكانوا يزينوا بيوتهم كتير بهالقصص الحلوة. هلأ في إشياء بتنعمل كتير معجقة، حتى هون عم نشوف هيك مثل هودي ابتكارات حلوين فعلا. يعني ما فيكي مثل ما أنا قلت إنه بس تحطي ورقة وتلزقيها وخلص، لا فيكي مثل حتى هاي مثل أنا حاطة بشكل مزهرية هون، حاطة مثل بلانت تحت، يعني بتصير أفكار تجيك، يعني الواحد لما يحب الشغلة بتصير تجي الأفكار، في مساحة للإبداع والابتكار قد ما واحد بده. عطيتهم وقت. طيب. الحقيقة اليوم عم شوف إنه داخلي كمان ببريق الشاي ربما، ببعض الفناجين. نعم. وحتى في صينية الموجودة هنا، هل هذا ضد المي أو هي يعالج بطريقة إنه لا، هو بك تعتبره مثل صينية الخشب. صينية الخشب ما فيك تعرضها لنقع بالماء، ممكن تمسحها بشقفة رطبة، وحتى ممكن إنك تمسحها لأن معالجة بطبقة من الفرنير انها بتمنع عن ان الماء او هالقصص هايدي، فكله يعني معالج، ما بينخاف منه. بس طبعا البريق ما بينحط على النار لانه في النار انه ما بتحمل، فبيتسخن ماء سخن بالبريق الكهربائي وبينحط. شكرا جزيلا، يعني فعلا كلها قطع جميله، يعطيك الف عافيه وان شاء الله بتبقى بهيدا الهمه. شكرا جزيلا كتير. بس حبيت سكاي نيوز عربيه جست صغيره للبرنامج. شكرا كثير لك، هون كمان عم نشوفها بالخلفيه. نعم، لا اليوم هدايا كثير من فعلا يعني اليوم بلغتينا كثير. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه، وبتشكر سكاي نيوز عربيه على استضافتي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ان شاء الله بنشوفك بمناسبات اخرى للاضاءه على اعمالك. شكرا كثير لك، شكرا، يعطيكم الف عافيه.